بيان رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم في الذكرى 26 لمذبحة سجن أبو سليم. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تمر علينا اليوم الذكرى 26 لمذبحة سجن أبو سليم الرهيبة التي راح ضحيتها أكثر من 1200 شهيد أعزل من السلاح إلا سلاح الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذا اليوم قام النظام الدكتاتوري الدموي بارتكاب المجزرة ظلما وعدوانا وخارج نطاق القانون، فقد قتلوا غيلة وغدرا وبدم بارد من قبل مجرمين النظام السابق الذين نزع الله من قلوبهم الرحمة والإنسانية واستبدلها بالظلم والقسوة والدموية. إن دماء أرواح شهداء مذبحة سجن أبو سليم كانت لعنة على نظام القذافي الدموي، والتي ظلت تلاحقه حتى دكت عروشه وأزالت نظامه إلى غير رجعة. فكانت دماؤهم وأرواحهم شرارة ثورة 17 فبراير. وإننا كرابطة لأهالي الشهداء ما زلنا نؤكد على مطالبنا المشروعة والعادلة التي كفلها لنا الشرع والقانون والقوانين الدولية، وعليه فإننا نعلن عن الآتي: 1- تؤكد الرابطة على تمسكها بمبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير والمتمثلة في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة واحترام سيادة القانون. 2- نرفض الحكم الظالم الصادر عن الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس بتاريخ 15/6/2022. 3- تطالب الرابطة الجهات المختصة في الدولة الليبية بضرورة كشف حقيقة ما حدث يومي 28 و29 يونيو 1996 داخل سجن أبو سليم، حتى يتسنى للليبيين والعالم أجمع معرفة مدى بشاعة الجريمة. 4- ترحب الرابطة بالبيان الصادر عن وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية السيدة روزماري دي كارو بشان عدم قدرة القضاء الليبي على مقاضاة مرتكبي جريمة مذبح سجن أبو سليم. 5- تؤكد الرابطة بأنها تتابع مجريات القضية على الصعيدين المحلي والدولي، وإنها لن تقف مكتوفة الأيدي في سبيل إنصاف أهالي الضحايا وجبر الضرر وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب والقصاص العادل ممن أجرموا في حق الشهداء. 6- تطالب الرابطة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية، وتؤكد على أن المصالحة الوطنية الشاملة هي المسار الوحيد، وأن الحوار الوطني يجب أن يشمل كل الأطراف المتنازعة والمؤثرة وفي مقدمتهم أسر الضحايا. وفي الختام نؤكد على عدالة قضيتنا ومشروعية مطالبنا. حفظ الله ليبيا ودام أمنها واستقرارها. المجد والخلود للشهداء الأبرار صدر في طرابلس يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بعد مرور يعني 26 عام على قضية مذبحة سليم، أنتم كأهالي كيف رأيتم منطق الحكم في القضية وكيف مساراتها يعني؟ طبعا نحن من اول ما رفعنا القضيه محليا القضاء المحلي كان يعني كلنا ثقه بانه ينصف القضيه، لانها كانت متكامله يعني العوامل فيها، كل الامور واضحه فيها، يعني لا تستحق يعني ان نحن نلجأ لجهات ثانيه. ولكن حقيقه اصبنا بخيبه امل كبيره جدا، والاهالي والامهات يعني حسن بمراره الظلم والمماطله هذه المده الطويله اللي تم تداول القضيه فيها، يعني حقيقه رأيناه أنه هو ظلم زيادة على الظلم اللي إحنا أصلا واجهناه كأهالي وأمهات.
وكما قلنا احنا لجأنا القضاء المحلي وقلنا لا نتجاوز قضائنا، ولكن للأسف بما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد وهذا الخذلان فليس لدينا إلا أن نتوجه إلى أي جهة تخدم هذه القضية، فنحن سنعمل على أن يعني نشتغل على قضيتنا وننصف الشهداء وأهالي الشهداء مما مروا به من معاناة ومن ظلم ومن خيبة أمل كبيرة حقيقة. طبعا تمر علينا الذكرى هذه قضية بوسليم، ما عندناش مطالب إلا القضاء العادل والنظر في القضية بحيادية وبعدها عن أي تجاذبات سياسية، لأنها ونبو حقنا وحق أبنائنا وإظهار هذه القضية على العموم، هو هذا مطلبنا إحنا. احنا نبو العدل، احنا نبو العدل اينما كان، سنطالب بالعدل سواء كان داخل او خارج الدوله، نبو الحق حقيقه. ان الحكم الصادر عن محكمه الجنايات الاخير هذا والقاضي بعدم ولايه القضاء المدني على القضيه واحالتها للقضاء العسكري حقيقه يعني بقدر ما كان متوقع، الا انه كان يعني معمق للحزن أخرى للأهالي. كانت هذه الفرصة الأخيرة في تصوري لأن يثبت القضاء الليبي جدارته، وكنا نقول ونكرر بأن هي فرصة مهمة للقضاء الليبي في أن يثبت مكانته أمام العالم في أن لدينا قضاء لم يتأثر طيلة هذه الفترة بالتحولات السياسية، ولكن للأسف حدث ما حدث ورأينا نائبة المبعوث الأممي للأمم المتحدة وهي تصرح وتقول بأن القضاء الليبي بات عاجزا وغير قادرا على الفصل في هذه القضية وعلى معاقبة الذين ارتكبوها. فنحن بات الأمر واضح لدينا بأن القضاء الليبي يعاني ويحتاج فعلا إلى أن الغيورين فيه أن يعيدوا النظر في إعادة تفعيله وإعادة تطوير أدائه ليتصدى بشكل بعيد عن الحسابات السياسية للجريمة أيا كان فاعلها وأيا كان الذين قاموا بها. فهذا هو الذي يريد أن أقوله فيما يتعلق بالقضاء. القضاء اليوم مذبحة سجن مسلم هي الاختبار الحقيقي لأن يقول كل ليبي بأن لدينا قضاء شامخ، قضاء وطني، قضاء مستقل، وإذا لم يفصل فيها بالحقيقة هذه تظل أكبر الأدلة على أنه ليس هناك قضاء، وأن مثل هذه الجريمة ومثل هذا العدد الكم الهائم من الضحايا ومثل هذه المعاناة لا تجد في قاموس القوانين ولا تجد قضاء ينصفها، فهي طامة بكل معنى الكلمة. فنحن ننتظر في أن تصحح الأوضاع بشكل عاجل، وإلا فنحن مضطرين غير مختارين لأن نتجه للقضاء الخارجي وأن نطالب بمحكمة يعني محكمة خاصة يكون عمادها الخبراء والقضاة الدوليين بعيد عن القضاء الليبي، للأسف لأنه أعطيت للقضاء الليبي فرص متعددة ولا زال يتلكأ ولا زال يماطل ولا يريد أن يقول الحقيقة ولا يريد أن ينحاز للعدالة والقانون وقيم حقوق الإنسان.